دلوقتي انت جيت برقم وصول ربا للاعلام عقدك، وطول الوقت حاطينك تحت ضغط انه محمد عواد عايز يقعد في نادي الزمالك عشان ياخد الفلوس الكتير اللي هياخدها، محمد عواد مش عايز يسيب الزمالك، محمد عواد مش فارق معاه لعب الكوره، محمد عواد مش عايز ينتقل لاي فريق، الزمالك بيجيب له عروض وهو متمسك بالزمالك ومش عايز يمشي عشان ياخد العقد بتاعه حتى لو هيقعد حارس تاني او تالت. الكلام ده هو اول حاجه طبعا اللي مفيش لعيب بيبقى مبسوط وهو قاعد احتياطي رقم 2. الارقام يعني انا كنت الحمد لله كنت الفتره اللي انا جاي فيها جاي من نادي الاسماعيلي، وكنت قبلها محترف في الدوري السعودي. فانا كنت محترف يعني كنت طالع اعاره من نادي الاسماعيلي برقم كبير جدا، وده اعاره موسم واحد. بعد الموسم اللي انا عملته الحمد لله في الدوري السعودي جات لي عروض كتير جدا من الدوري السعودي وبارقام كبيره جدا. الوقت ده كان جاي لي العرض بس من نادي الزمالك من مصر. فانا قعدت صليت صلاه استخاره، والناس اتكلمت معايا واتكلمت معايا بشكل كويس جدا ان انا ابقى موجود معاهم بعد اصابه طبعا محمود عبد الرحيم جنش. فانا الحمد لله يعني صليت صلاه استخاره، وكان بالنسبه لي اختياري كان نادي الزمالك، وبناء عليه رحت بالرقم اللي انا رحت بيه. انا مش ذنبي ان انا رايح برقم كبير او النادي الزمالك اشتراني من نادي الزمالك برقم كبير، ولكن في النهايه انت كلاعب بتحاول تطلع افضل حاجه في الملعب عشان يفضل سعرك دايما هو يعني تفضل في رقم واحد في السعر بتاعك في مصر. فانا شايف بالنسبه لي ان انا مش مفيش ضغوط عليا في الرقم، هو بس في ناس زي ما بقول لك كده دايما بتحاول تصدر ان عواد يعني جاي برقم كبير وان هو ما بيلعبش. اكيد انا نفسي العب نفسي اشارك، بس بتبقى في الاول وفي الاخر رؤيه الجهاز الفني او المدير الفني، هو اللي بيشارك هو اللي بيلعب هو اللي ما بيلعبش. اكيد مش انا اللي احط نفسي يعني او افرض نفسي على الجهاز الفني يعني. انت بتاخد عقد كبير فعلا في نادي الزمالك؟ يعني بتاخد رقم كبير في نادي الزمالك؟ والله وضحت على فكره هو من حقك بالمناسبه، يعني انا دايما لما بسال السؤال ده مش بساله من منطق انه انا متضايق ولا حاجه، انت بالعكس انت تاخد عقد اي انت كاتب عقد ان شاء الله بمليار جنيه تاخده، بس هو ده عامل عليك لود من جانب الجماهير او من جانب الاداره؟ هو دايما طبعا يعني كل لعيب بيبقى عايز افضل حاجه طبعا أو احسن حاجه وحقك يعني وانت على قد المجهود اللي انت بتعمله فانت بتاخد الارقام دي بالزبط. انا الحمد لله كنت بقالي 3 سنين مستوى ثابت وبعمل افضل حاجه، علشان كده جيت النادي الزمالك بالرقم ده. صح. بس الرقم اللي بيتصدر للناس هو رقم غير الحقيقه خالص. يمكن انا اتكلمت معاك قبل الحلقه فيه. صح. الارقام اللي بتتقال للناس غير الارقام الحقيقيه. وفي نفس الوقت مفيش حد بيطلع يوضح للناس. لا ما حدش بيوضح من نادي الزمالك تقصد. بالظبط. ما حدش بيوضح لنادي الزمالك انه العقد ده مش حقيقي. بالظبط. طيب العقد اللي سرب ده مش عقد صحيح؟ هو عقد صحيح بس بيتضاف عليه ضرايب وبيتضاف عليه رسوم تنميه، ففي النهايه انت بتاخد رقم تاني خالص غير اللي بيتقال للناس خالص. غير الرقم ده خالص. بالظبط. بس هو دايما انت هو عايز يصدرك للناس ان انت في ازمه. عواد عامل ازمه، ازمه ماديه، ازمه فنيه، اي ازمه وخلاص. بس هي دي النقطه دي مشكلتي في النادي الزمالك. طيب ليه بقى لما الزمالك كان بيجيب لك عروض كنت بترفض تمشي من نادي الزمالك رغم ان انت موجود حارس تاني او تالت كمان في وجود جنش وابو جبل السنه اللي فاتت؟ لا هو انا ما رفضتش. انا كنت كل موسم كنت بجيب عرض واتنين للنادي. في النهايه هو القرار في الاول وفي الاخر نادي الزمالك. انا دايما ما بحبش اخرج واقول ان انا جاي لي عروض او انا عايز امشي. انا بلعب في نادي كبير جدا وانا كنت متمسك ان انا ابقى في نادي الزمالك، ودايما بطلع اقول ان انا رغبتي الاولى والاخيره هو نادي الزمالك. ولكن في النهايه انت مرتبط بعقد وبتحترم عقدك مع النادي، فانت بناء عليه بتجيب عروض. العروض دي النادي بيشوفها من وجهه نظره مناسبه او مش مناسبه بالنسبه له، وفي الاول وفي الاخر بيبقى القرار بيرجع للنادي. ما انت بتجيب العرض وبتعرضه على مجلس اداره، والمجلس اداره بياخد قرار. والزمالك كان سببه ايه في رفض العروض دي؟ يعني منهم عرض الاول موسم انا جبت عرض الباطن. عرض انا كنت شايفه مناسب. انت بتوفر راتب على نادي الزمالك موسم كامل، في نفس الوقت انت بتطلع بتشارك. هم من وجهه نظرهم ان هم ما كانش في استفاده ماديه للنادي في الفتره دي. لحد اخر وقت بداوا يفكروا، كان خلاص القيد قفل في الدوري السعودي، فبلغوني ان احنا هنطلعك بالرقم كذا. فقلت لهم لا، قلت لهم الدوري السعودي خلاص بدا يعني
الانتقالات الصيفيه بتاعته يعني هم قالوا لك روح الباطن بعد ما الموسم بدا في السعوديه. بعد ما الموسم بدا فخلاص دي كان اول يعني اول موسم ليا في النادي فخلاص قعدت يعني. تاني موسم برضو جبت لهم عرضين هم شافوا ان المقابل المادي ضعيف فاترفضوا. فبيبقى في الاول في الاخر هو قرار مجلس الاداره. كان المقابل المادي ضعيف فعلا؟ بالنسبه للنادي بالنسبه للنادي النادي مش هيستفاد الاستفاده الماديه الكبيره. فهو بيبقى في الاول وفي الاخر هو صاحب القرار يعني. مش طب هل الزمالك كان عايز ياخد منك استفاده ماديه كبيره وانت مش بتشارك؟ بالظبط. وفي منهم عروض كان عايزين بيع وشراء فانا كنت رافض ان انا اخرج من نادي الزمالك بيع وشراء. ليه بقى؟ انا ليا هدف معين. ترجعني تاني للنقطه اللي هي بتاعت العقد ان انت مش عايز تسيب عقدك مع نادي الزمالك. لا خالص. يعني عايز اقول لك يعني منهم عروض السنه دي من نادي فيوتشر رقم كان تقريبا زي اللي باخده من النادي او اعلى كمان يعني. فيوتشر كان عاد عليك رقم اكتر من عرض الزمالك عشان الارقام اللي بتتقال للناس هي ارقام كبيره. ولكن في النهايه الرقم اللي انت بتاخده كلاعب غير العادي خالص. فانا مش يعني الارقام اللي عرضها عليا فيوتشر كان ارقام كويسه جدا مقاربه جدا من نادي الزمالك. وفي النهايه انا يعني كان رغبتي واضحه ان انا عايز ابقى موجود في نادي الزمالك يعني.